قالت مصادر ميدانية أن اثنين من عناصر الميليشيا أو ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح لقيا مصرعهما في مواجهة مع قوات الجيش الوطني بجبهة مقبنة غرب تعز. وفقا لذات المصادر فإن المواجهات تركزت بمناطق النبيع والمضابي والميدان، وأسفرت أيضا عن إصابة 4 من عناصر الميليشيا. ونعود أيضا مجددا للسيد حميد الخليدي قائد جبهة مقبنة ليحدثنا أو يطلعنا أكثر حول آخر تطورات الوضع في جبهة مقبنة. سيد حميد، هل تسمعني؟ أيوة أسمعك أخي الكريم. تفضل أكمل فكرتك. أيوة، أقصد أنه يحاول العدو في هذه الأيام بشكل شبه مستمر، يعني كل ساعتين أو ثلاث ساعات يحاول أن يهجم من أي اتجاه، من النبيع والمضادي والبركنة والقحيفة. نعم. لكن كما ذكرت أن أبطال الجيش الوطني يعني في استعداد وجاهزية تامة يتصدون لهذا العدو، ويعني يكبدون العدو خسائر بشرية وخسائر في الأكاد. نعم. يعني هناك معلومات وردت، يعني نريد أن نعرف مدى صحة هذه المعلومات حول مصرع عنصرين من ميليشيا الحوثي والمخلوع وإصابة 4 آخرين في المواجهات. هناك ربما يعني قيادات، يعني من القيادات ربما سقط 2، ما مدى صحة هذه المعلومات؟ تفضل. هو طبعا حصل بالأمس اشتباكات، حصل أيضا ضرب مدفعي بمدفع تقريبا 75 ملي مباشر على المدنيين. نعم. أفراد الجيش الوطني بحكم المسؤولية تصدوا لهذا الهجوم، وحصل مقتل 2 من القيادات. الآن يعني بحسب الأجهزة اللاسلكية للعدو التي توضح أنه بعض قياداتهم قتلت، نعم. الآن لا نعرف الاسم، لكن أيضا أؤكد أن ضارب المدفعية الذي قصف المنازل قتل في هذه المعركة بنيران الجيش الوطني، مما اضطر العدو أن يضرب بالفولكان والرشاش 23 بكثافة عالية نتيجة إسكات هذا المدفع. نعم. يعني جميعنا يعلم أن جبهة ربما مقبنة غرب تعز من الجبهات الواسعة بالنظر إلى حجم مساحة المديرية الكبيرة. نريد من يعني أن نعرف من كيف يتعامل الجيش الوطني في سد الثغرات ومنع تسلل الميليشيات. تفضل. طبعا أخي الكريم، هو الجيش الوطني تعداده في الجبهة ربما عدد قليل نسبة إلى المساحة. نعم. لكن الحاضنة المجتمعية، المجتمع، الناس في منازلهم، في بيوتهم، في الجبال، في السهول، الكل رافض لهذه الانقلابيين، والكل يبلغ، والكل يستخدم سلاحه، والكل يعني بما أوتي من قوة يبدأ يصد هذه الثغرات، وبعد ذلك الجيش يدعم ويتوسع باتجاه أي ثغرة من هذه الثغرات. نعم. سيد حميد الخليدي قائد جبهة مقبنة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب، واضغط الجرس ليصلك الإشعار.